هذا وأعرب مجلس الشورى عن تقديره لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد الأعمدة التي تترجم بوضوح مناخ الديمقراطية وحرية التعبير التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى، وحظيت بعناية ومتابعة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد يشيد مجلس الشورى بما جاء في شعار منظمة الأمم المتحدة هذا العام من مضامين ومبادئ مترسخة في مفاهيم وقيم المملكة، ونوه المجلس بالمستوى المهني العالي وروح المسؤولية التي يتصف بها العاملون في الحقلين الإعلامي والصحفي، مؤكدا أهمية مساندة الجهود الرامية إلى سن المزيد من التشريعات الحامية والداعمة لحقوق الصحافة والصحفيين والمجتمع، انطلاقا من ثقته بأهمية حرية الكلمة المسؤولة.